أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في خدمة دروس. موضوع درسنا لهذا اليوم فضاء العينة من دروس الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات. ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم أعزائي الطلاب طرق إيجاد فضاء العينة. أعزائي الطلاب، يقدم أحد المطاعم وجبة تتكون من الدجاج أو السمك بالإضافة إلى القهوة أو الشاي أو عصير الليمون أو الماء، فما عدد الطرق الممكنة لوجبة من هذا المطعم؟ إذا دعونا نفكر معنا الآن. هذا المطعم يقدم وجبة، وهذه الوجبة تتكون إما من الدجاج أو السمك، وتتكون أيضا من مشروب إما القهوة أو الشاي أو عصير الليمون أو الماء. ما هي الطرق الممكنة لوجبة من هذا المطعم؟ دعونا نفكر الآن. إذا الوجبة تتكون من الدجاج أو السمك بالإضافة إلى مشروب القهوة أو الشاي أو عصير الليمون أو الماء. الآن نقوم بحساب عدد الطرق الممكنة. نبدأ الآن. الوجبة الأولى الدجاج مع مشروب القهوة. الوجبة الثانية الدجاج مع مشروب الشاي. الوجبة الثالثة الدجاج مع عصير الليمون. الوجبة الرابعة الدجاج مع الماء. إذن أربعة طرق إذا أخذنا الدجاج. الآن نأخذ الوجبات الأخرى، السمك مع هذه المشروبات، السمك مع مشروب القهوة، السمك مع مشروب الشاي، وجبة السمك مع عصير الليمون، وجبة السمك مع الماء. إذن هنا أربع طرق، هنا أربع طرق، وهنا أربع طرق، المجموع ثمان طرق ممكنة لوجبة من هذا المطعم. نستطيع أيضا إيجاد الحل بطريقة أخرى، وهي استخدام القائمة المنظمة، وذلك بكتابة جميع النتائج بالترتيب في هذا الجدول. دعونا الآن نحل معا. لاحظوا، الوجبة الأولى الدجاج مع القهوة، الوجبة الثانية الدجاج مع الشاي، الوجبة الثالثة الدجاج مع عصير الليمون، الوجبة الرابعة الدجاج مع الماء، الوجبة الخامسة السمك مع القهوة، الوجبة السادسة السمك مع الشاي، الوجبة السابعة السمك مع عصير الليمون، الوجبة الثامنة السمك مع الماء. إذا لاحظوا، حصلنا على عدد الطرق الممكنة. نعدها الآن معا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذن ثمان طرق متنوعة لوجبات هذا المطعم. الآن نستطيع أيضا إيجاد الحل باستعمال الرسم الشجري. تعالوا نحل معنا الآن. لاحظوا هنا، الوجبة الأولى الدجاج مع مجموعة من المشروبات. إذن وجبة الدجاج مع القهوة، وجبة الدجاج مع الشاي، أيضا وجبة الدجاج مع عصير الليمون، وجبة الدجاج مع الماء. الآن نأخذ وجبات السمك، السمك مع القهوة، السمك مع الشاي، السمك مع عصير الليمون، السمك مع الماء. كم عدد الطرق الممكنة هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذن ثمان طرق ممكنة لتقديم الوجبات في هذا المطعم. استطعنا أيضا الحل باستعمال الرسم الشجري. لاحظوا هنا، بما أنه يوجد وجبتين وكل وجبة ستتنوع من أربع مشروبات مختلفة، فإن اثنان ضرب أربعة يساوي ثمان وجبات متنوعة. ما هو تعريف فضاء العينة؟ تعالوا بنا نتعرف على ذلك من خلال درسنا الجميل فضاء العينة. أعزائي الطلاب، تعريف فضاء العينة هو مجموعة كل النواتج الممكنة لتجربة ما. لاحظوا، عندما نريد أن نسحب كرة واحدة من هذا الكيس، إذن عدد الكرات هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن فضاء العينة هنا
جميع النواتج الممكنة، إما أن تكون حمراء أو زرقاء أو برتقالية أو بنفسجية أو خضراء أو صفراء. كذلك لو أردنا أعزائي الطلاب أن نسحب بطاقة واحدة من هذه البطاقات مجموعة النواتج الممكنة، إما البطاقة رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4، ويمكن تمثيل فضاء العينة باستعمال القائمة المنظمة وأيضا الرسم الشجري. فهيا بنا إلى حل الأمثلة والتمارين معا. القائمة المنظمة، تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنستعمل معا القائمة المنظمة لإيجاد فضاء العينة. اقرأوا معي هذا المثال: تم اختيار الطلاب الثلاثة المبينة أسماءهم لتمثيل الصف السادس في رحلة مدرسية، ويرغب هؤلاء الطلاب في أن يجلسوا متجاورين في الحافلة، فبكم طريقة مختلفة يمكنهم الجلوس؟ لاحظوا معي هنا الطلاب فيصل وعلي وماجد، نريد أن نوجد طرق جلوسهم في هذه الحافلة. فكروا معي، دعونا ننشئ معا قائمة منظمة ونستعمل الحرف فاء للتعبير عن الطالب فيصل، والحرف عين للتعبير عن الطالب علي، والحرف ميم للتعبير عن الطالب ماجد، واستعمل كل حرف مرة واحدة بالضبط. لاحظوا هنا الترتيب الأول: فيصل علي ماجد، فيصل ماجد علي، علي ماجد فيصل، علي فيصل ماجد، ماجد فيصل علي، ماجد علي فيصل. إذن هناك 6 طرق يمكن أن يجلس بها هؤلاء الطلاب متجاورين في الحافلة. لاحظوا هنا 1 2 3 4 5 6. أحسنتم أعزائي الطلاب. تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنقرأ هذا التدريب. إذا طلب منك ترتيب المضلعات مثلث أزرق معين برتقالي وخماسي أخضر في صف واحد، استخدم القائمة المنظمة لإيجاد عدد طرق ترتيب المضلعات الثلاثة. إذن فكروا معي الآن، لاحظوا سنستخدم القائمة المنظمة، نأخذ الترتيب الأول مثلث معين خماسي، الترتيب الثاني مثلث خماسي معين. لاحظوا هنا اختلف الترتيب، خماسي مثلث معين، خماسي معين مثلث، معين مثلث خماسي، معين خماسي مثلث. إذن أوجدنا جميع الطرق. كم عدد هذه الطرق؟ إذن عدد طرق ترتيب المضلعات الثلاثة يساوي 6 طرق. أحسنتم أعزائي الطلاب. الرسم الشجري، تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنقرأ هذا المثال. استعمل الرسم الشجري لإيجاد عدد الحقائب المختلفة التي يمكن صنعها، إذا كانت الحقائب من النايلون أو الجلد باللون الأحمر أو الأزرق أو الأسود. إذا لاحظوا معي، نريد أن نوجد عدد الحقائب المختلفة. يوجد لدي مجموعة من الحقائب من النايلون وأيضا حقائب من الجلد. إذا لاحظوا معي هنا النوع، اللون، فضاء العينة. هنا النايلون ونرمز لها بحرف النون، وهنا أيضا اللون. إذن النايلون مع اللون الأحمر، النايلون أزرق، والنايلون الأسود. إذن هنا يوجد لدي 3 حقائب. الآن حقائب الجلد، الجلد مع اللون الأحمر، الجلد مع اللون الأزرق، والجلد مع اللون الأسود. لاحظوا معي هنا فضاء العينة، حقيبة النايلون الأحمر، حقيبة النايلون الأزرق، حقيبة النايلون الأسود. هنا حقيبة الجلد الأحمر، حقيبة الجلد الأزرق، وحقيبة الجلد الأسود. هنا فضاء العينة يساوي 1 2 3 4 5 6. إذن عدد الحقائب المختلفة يساوي 6 حقائب. أحسنتم أعزائي الطلاب. تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنفكر في حل هذا التدريب. ألقيت قطعة نقود مرتين، مثل فضاء العينة بالرسم الشجري لإيجاد عدد النواتج الممكنة. هناك ناتجان ممكنان لكل قطعة، هما الشعار ونضع حرف الشين للدلالة عليه، والكتابة ونضع حرف الكاف للدلالة عليه. إذا لاحظوا معي هنا الرسم الشجري،
الرمية الأولى والرمية الثانية ثم نحصل على فضاء العينة. لاحظوا في الرمية الأولى قد يكون الشعار وقد يكون الكتابة، كذلك في الرمية الثانية. لو كان في الرمية الأولى الشعار فإن الرمية الثانية قد تكون الشعار وقد تكون الكتابة. إذا كانت الرمية الأولى كتابة فقد تكون الرمية الثانية الشعار وقد يظهر لنا الكتابة. إذن فضاء العينة هنا الشعار مع الشعار في كلا الرميتين، أو الشعار مع الكتابة في كلا الرميتين، أو الكتابة والشعار في كلا الرميتين، أو الكتابة مع الكتابة. إذن عدد النواتج الممكن هنا يساوي 4. لاحظوا هنا فضاء العينة 1 2 3 4 نواتج ممكنة. أحسنتم أعزائي الطلاب. نأخذ الآن أعزائي الطلاب مبدأ العد. تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنقرأ هذا المثال. تقدم إحدى حملات الحج خدمات متنوعة كما في الجدول المجاور. استعمل مبدأ العد الأساسي لإيجاد العدد الكلي للنواتج الممكنة لاختيار وسيلة السفر ومكان المخيم. لاحظوا هنا وسيلة السفر طائرة، حافلة، سيارة. مكان المخيم منطقة ألف، منطقة باء، منطقة جيم، منطقة دال. الآن لاحظوا معي عدد نواتج السفر هنا 3. لاحظوا ضرب هنا مكان المخيم، كم مكان لدي هنا؟ 4. إذن عدد نواتج اختيار مكان المخيم يساوي 4. الآن نريد إيجاد العدد الكلي للنواتج الممكنة لاختيار وسيلة السفر ومكان المخيم. إذن سنضرب 3 ضرب 4 يساوي 12. إذن العدد الكلي للنواتج يساوي 12. إذن استخدمنا مبدأ العد الأساسي. إذن يوجد 12 ناتجا مختلفا تقدمها هذه الحملة للحجاج. كيف نتحقق؟ استعمل الرسم الشجري لتعرض فضاء العينة. أحسنتم أعزائي الطلاب، أنتم رائعون. تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنقرأ هذا التدريب. تعرض بقالة 5 أصناف من الزيت و4 أصناف من الحليب الجاف. استعمل مبدأ العد لإيجاد عدد الطرق الممكنة لاختيار صنف واحد من كل من الزيت والحليب الجاف. إذا لاحظوا معي هنا الزيت 5 أصناف ضرب الحليب الجاف 4 أصناف. ما هي الطرق الممكنة لاختيار صنف واحد؟ نضرب الآن 5 × 4 يساوي 20. إذن عدد الطرق الممكنة لاختيار صنف واحد من كل من الزيت والحليب الجاف يساوي 20 طريقة. أحسنتم أعزائي الطلاب. تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنقرأ هذا التدريب. استعمل مبدأ العد لإيجاد عدد النواتج الممكنة لرمي مكعب وتدوير قرص دوار مقسم إلى 8 أجزاء. لاحظوا هنا عدد النواتج الممكنة لرمي مكعب يساوي 6. عدد النواتج الممكنة لتدوير قرص دوار مقسم إلى 8 أجزاء يساوي 8. دعونا الآن نستخدم مبدأ العد الأساسي. عدد النواتج الممكنة للمكعب 6 ضرب النواتج الممكنة لتدوير القرص يساوي 8. الآن نضرب 6 × 8 يساوي 48. إذن عدد النواتج الممكنة لهذه التجربة يساوي 48 ناتج. أحسنتم أعزائي الطلاب. تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنقرأ هذا التقويم. ما عدد الطرق المختلفة الممكنة لاختيار طبق من الدجاج وطبق مقبلات؟ إذا كان بإمكانك اختيار الدجاج مطبوخا أو مشويا، واختيار المقبلات من الحمص أو السلطة. إذن أنشئ قائمة منظمة لعرض فضاء العينة. إذن لاحظوا هنا الدجاج وهنا المقبلات. إما أن يكون الدجاج مطبوخ مع الحمص، أو يكون الدجاج مطبوخ مع السلطة، أو يكون الدجاج مشوي مع الحمص، أو يكون الدجاج مشوي مع السلطة. إذن عدد الطرق هو 4 طرق لتقديم الوجبات في هذا المطعم. أحسنتم أعزائي الطلاب. تعالوا بنا أعزائي الطلاب لنقرأ هذا التقويم. فكروا في الحل. تحتوي قائمة الطعام في إحدى المطاعم على 5 أنواع للطبق الرئيسي و4 أنواع من الحساء. كم طلبا مختلفا يمكن تقديمه إذا اختار الشخص طبقا رئيسيا واحدا ونوعا من الحساء؟ إذا فكروا معي، هنا مجموعة من الإجابات، أريد أن نحصل على الإجابة الصحيحة. هل الإجابة ألف تساوي 9، أو الإجابة باء 15 طريقة، أو الإجابة جيم 18 طريقة، أو الإجابة دال 20 طريقة؟ دعونا نستخدم مبدأ العد. الطبق الرئيسي هنا يوجد لدي 5 خيارات. ضرب الحساء 4 أنواع، 5 × 4 يساوي 20. إذن هناك 20
طريقة. أحسنتم أعزائي الطلاب. ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ أخذنا أعزائي الطلاب تعريف فضاء العينة. نتذكر التعريف هو مجموعة كل النواتج الممكنة لتجربة ما. أخذنا طرق تمثيل فضاء العينة وإيجادها باستعمال القائمة المنظمة، لاحظوا هنا من خلال هذا الجدول استطعنا أن نوجد هذه الوجبات: دجاج وقهوة، دجاج وشاي، دجاج وعصير ليمون، والدجاج والماء، والسمك والقهوة، والسمك والشاي، والسمك وعصير الليمون، والسمك والماء. أيضا استخدمنا الرسم الشجري، لاحظوا هنا استطعنا أن نوجد فضاء العينة لمجموعة الوجبات، لاحظوا هنا الدجاج مع القهوة، الدجاج مع الشاي، الدجاج مع الليمون، الدجاج مع الماء، كذلك السمك مع القهوة، السمك مع الشاي، والسمك مع الليمون، والسمك مع الماء. أحسنتم أعزائي الطلاب، وألتقيكم في درس قادم.